بدي رحب فيكم مشاهدينا من جديد، وبهيدي الفقرة اسمحوا لي اني رحب بضيفتي الفنانة التشكيلية ماجدة شعبان. اهلا وسهلا فيك معنا. اهلا فيك، شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. يعني اليوم نحن والمشاهدين نتعرف على معرضك اللي بعنوان صرخات صامتة، اللي ابتدى من 17 شباط ومستمر لغاية 1 آذار. قبل ما نحكي عن او نشوف الصور ونعلق عليهم ولوحاتك بالمعرض، خلينا نحكي عن عنوان المعرض اللي كثير ملفت، وكنا عم نحكي تحت الهواء انه صرخات صامتة، ليه اخترتي هيدا العنوان؟ وقد ايه هاللوحات اللي فيها صرخات صامتة عم يطلع الصوت للناس اللي عم بتشوف اللوحات ماجدة؟ المعرض بعنوان لكريمويه يلي هي صرخات صامتة. للحقيقة العنوان خلق معي من وحي الشغل اللي شغلته، لأنه كل لوحة هي صرخة صامتة فيها مسج، ولكنها يعني صامتة ولكنها فيها كتير ضجيج، فيها كتير حركة مشهدية. توصل الصرخة بعتبر بالصمت أكتر من الكلام، تعبيراً وباللون بالكومبوزيشن لللوحة. بحسها بتوصل أسرع وببساطة وتو سامبلومون مثل ما هي، واضحة كتير ومعبرة أكتر. معبرة أمرار الصمت بيكون في وراء شيء معبر أكتر من الكلام. طبعاً صحيح. طبعا قبل ما نبلش بالصور، لأنه عن جد في إشياء كتير حلوة وفي صرخات كتيرة، يمكن كل حدا فينا بيصرخ الصرخات يوميا، رح نشوفها باللوحات. ولكن في لوحة سجن الذاكرة، إذا بتخبرينا أكتر عنها وهيك بنكون عم نعطي مثل فكرة عن كل شغلك، إن كان ميكس ميديا او عم نحكي اكليريك وكل هيدي الامور. فليه سجن الذاكره؟ لوحه سجن الذاكره يلي هي موجوده على الكارت دانفيتاسيون، سميتها سجن الذاكره. انا بالنسبه لي الانسان هو مزيج من الاحاسيس والمشاعر، وفي الذكرى والذاكره يلي هي بالعين بنلتقط كل لحظه. يعني الحياه هي عباره عن لحظات بنمرق فيها، منلتقطها ومنسجنها فينا بذاكرتنا، ومنصير نحن كمان بطريقة من الطرق سجين لها الذاكرة، لأنه بترفقنا. يعني منكون مش بس عم نحيي الماضي، عم نعيش بهاي الذاكرة، بتكوني عم تحيي حاضرك ومستقبلك، لأنه الشيء الوحيد اللي بالحقيبة اللي بناخدها معنا للمستقبل هو هاي اللحظات الحلوة اللي إن كان بغض النظر إن كانت حلوة إن كانت مؤلمة، ولكن هي اللي بترفقنا بكل حياتنا للمستقبل. كرمال هيك اخترتيها بهالتعبير المعبر جدا عن هيدي اللوحة ماجدة. حبيت إنها تكون هي الصورة اللي موجودة على ال، صح، يعني عملتها بطريقة السجن، لأنه نحن مسجنة بس بنكون كمان نحن السجين بهالذاكرة. طبعا وبلوحاتك رح نشوف في خواطر، هيدا حصة كتير كبيرة كتابة خواطر باللوحات. قد ايه ساعدك انه بتكتبي خواطر كمان لتعبري بالرسم اكثر، وايضا كمان دارسي تصميم مجوهرات وديزاين المجوهرات، فقد ايه هالجمع ما بيناتهم ثلاثتهم عطوا عمل كثير حلو؟ بالنسبه للخواطر كونسيبت كثير حلو بهالمعرض. انا بحب اكتب، واللوحه بتحيلي والكلام بيحيلي. طبعاً. يعني في مرات من شعر بتخلق لوحه، والعكس صحيح. كونسيبت انه يكون في خواطر لللوحات، رغم انه اللوحه بتنقرا بطريقه كثير شخصيه، كل انسان بشوف فيها نفسه، يمكن بشوف فيها شو هو بحس. بالخواطر اللي حاولت تكون موجوده حبيت اعطي هيك هنت صغير لمفتاح لللوحه، بركي انا شو حبيت اقول فيها. وكمان بترك فسحه حريه للناظر للوحه كمان هو شو يشوف. صح طبعا. وهون باكثر يعني لفتتي لي نظري بشغله، وهيدي يمكن صارت جواتي اسال، بتكتب الخواطر بعدين بتستوحي الرسمه، ولا بترسمي بعدين بتكتب الخواطر؟ لما بكون عم برسم لا، بتطلع الخواطر تفسير او عصاره اللوحه مثل ما بيقولوا. بس ان جنرال كمان مرات بكون عم بكتب بغض النظر اذا كان في لوحه او لا، بتجي الفكره يعني بكل شيء حولي، بكل شيء بتفاعل معه بيخلق لوحه، بيخلق كلام، وبيكملوا بعض. طبعا ما بدنا نطول كثير على المشاهدين، خلينا نشوف اول صوره معنا وهيك بنتعرف اكثر ماجدة على لوحاتك، على رسوماتك وكل هالامور، ونشوف شو موجود بالمعرض كمان. خلينا نشوف اول صوره.
صورة هيدا الكارد صح هذا الايفنت اللي هو في التعريف عن المعرض اللي هو بجاليري اكزود باشرفية ابتدى نهار الاربعاء ب 17 فبراير وبيبقى لاول لواحد مارس 1 اذار في بيتضمن 25 لوحة من أعمالية اللي هي فيها ميكست ميديا وأكريليك وتضج بالألوان يعني هي صرخات صامتة ولكن هيدا التناقض اللي كمان بحب اشتغل كتير عليه اللي هو ان كان من ناحية الكومبوزيسيون أو من ناحية اللون التناقض اللي دايما بحط لك فالور أكتر قيمة الموضوع اللي عم تحكي عنه اللون اللي حابة يبرز باللوحة بقى هني 25 لوحة بهالمعرض هون شفنا الكارت وهون كنا عم نحكي عن سجن الذاكرة وهيدي اللي موجودة على الكارت خلينا نحكي هون ماجدة بهيدي الصورة اللوحات أول لوحة هي نوا يلي هي شخصية موجودة عندي بأكثر من لوحة حبيت أطلق عليها اسم نوا هاي اللوحة كمان ميكست ميديا بتفرج النظرة العميقة يلي من خلالها بتدخلي على اللوحة وبتحس انه عم بتحكيك اللوحة وعم توحي لك باشياء كتير كتير مواضيع طبعا اللوحات اللي وراها هن سري ثلاث لوحات بيحكوا هن العنوان سيلانس دان اكزيل يلي هو صمت المنفى المنفى يلي هو بمفهومي انا المنفى يلي نحن بنخلقه واللي بنوضع نفسنا فيه لما نوصل لمرحله نحس انه الصمت ابلغ من الكلام نرفض نحكي مش لانه ما بدنا نعبر بالعكس لانه بدنا نعبر اكثر وبدنا بدي انه الصوت يوصل مدوي اكثر ولكن من خلال الصمت واللوحه بكون اقوى صمت اكيد بكون كثير اشياء وكيف اذا عم نوصفه بهيدي اللوحه معبره جدا اللي كثير في ناس بيوقفوا ماجدة يمكن بياخذوا وقتهم كثير بهالصمت حتى هنو عم بيشوفوا ولكن عم بيروحوا لكثير اماكن يمكن عم يعملوا هيك مثل ريفرش لحياتهم وقت ما بدوا ويشوفوا المستقبل 100% هي هي الذاكره وهي هي بالنهايه الحلو بالفن وباللوحات انه بتأدي لهيدا الحوار لهيدا الجدل الثقافي اللي كثير مهم وتبادل افكار بين كثير ناس بنحس يعني في اشياء كثير متشابهه وامرار بنحس في اشياء افكار جديده انعطت من وراء هيدا اللوحه ما كنت يمكن بلحظه عم ترسميها عم تفكري فيها لكن الشيء اللي كثير مهم ولاحظته انه لما بعيش مع اللوحه يعني هاي الحاله اللي كثير حلوه اللي بعيشها بالاتوليه عندي لما بتشوف اللوحات معروضة يعني لما انعرضوا بجاليري اكزود للحظة طلعت فيهم بعين تانية بعين الناقد حتى وبتشوفي اكيد بيخلق عندك كمان احاسيس جديدة بترجعي بتعيدي بالذاكرة تبعيتك شو حسيتي بهالاوقات كيف طلعوا معي هدول الالوان وهلا شو عم تشوفي وحسيت الحركة المشهدية حسيت الالوان اللي بتضج بهالصرخات الصامتة ولكنها كلها ضجيج وكلها مسجز كلها رسائل طبعا خلينا نشوف هيدي الصورة اللي كنا عم نشوفها هلا هاللوحة ماجدة وتصديقا لكلامك هالألوان اللي استعملتيها وكل لون بيعني شيء فخبرينا عنها صحيح هيدي اللوحة اسمها اسكيس بانت يلي هي فعلا كانوا اسكيس كنت بمعرض أوروغواي اكزيبيشن وهدول كانوا اثنين ستاتويات خشب معروضين وكثير لفتوا لي نظري هيك حسيت للحظه انه احلى شيء عم بشوفه كانه في حوار هيك صامت حاولت نفذهم بلوحه ونفذتهم بنفس الطريقه مثل ما شفتهم بنفس المشهد ستاتويات اطول وحده طويله وحده قصيره وبهالالوان هلا طبعا اضفت اللمسه تبعيتي بمزج الالوان بكل الستاتويات وسميتها اسكيس بانت لانه كانت اسكيس كانت تجربه على مشهد شفته حاولت نفذه نفذتيه وطلع بيشبهه قد ايه بيشبهه واضفت مثل ما قلت النكهه الخاصه اللي انت بدك توصليها كمان والرساله قصه قد ايه بيشبه على فكره هون كثير في علاقه مهمه بين العين والايد يلي كثير بيتواجدوا بلوحاتي يلي هي بالعين بتكتشفي العالم الخارجي وقد ايه الايد مطواعه معي باللوحه اني اقدر
انقل حتى يلي موجود عندي بالذاكره اللي لقطتها قد ايه قادره انفذها لارضي ارضى انا عن العمل ويشوف النور وغيري كمان يشوفه. بدك تحسيها، بدك تشوفي انت شو شفتي بهيدا المحل. خلينا نشوف هيدي الصوره كمان، خبريني كمان اكثر هون بهيدي اللوحه شو هيدي اللوحه، شو الصوت اللي طلع منها؟ اذا شوي اكثر بنبعد لتبين الكومبوزيسيون كلها. هي فيها هلا الشيء اللي كثير حكيت عنه، فيها شخص هي اسمها لافيتر، فيها شخص وفي البصمه يلي موجوده على الزجاج على النافذه يلي هي قلت انه قديش العين بنكتشف فيها العالم الخارجي، وبالبصمه بنترك هاي البصمه اللي كانت فيها تفاعل ما بين ما شفناه واللي عم وما بين ما البصمه اللي بنتركها. حلو، يعني هيدي تصديقا على الكلام اللي كنت من شوي عم بتقولي من ثواني. صح، انه قديش واحد بيشوف مشهد خاصه كفنانه تشكيليه قد ايه بيلفت لك نظرك مشاهد كثيره، بس كيف انت ترسميها وتشوفيها، بس هيدا من احساسك من جوا يعني كمان قد ايه بتحطي انت شغلك صح ومشاعرك. وهذا اللي بالفن اللي بخلي انه فعلا اللوحه هي فريده، لانه كل فنان بينفذ اللي بشوفه بطريقه، وبتحس بالاخر في عندك ما في لوحه بتشبه الثانيه ابدا. حتى بالفنان نفسه ما بيقدر يكرر نفس المشهديه طبعا. بنفس الاحاسيس، هي المزيج من كل شيء يلي هو بيخلق عندك كل الامور، يعني طبعا. كل الاشياء اللي بتعيشيها، المشاعر، الاحاسيس، العقل، القلب، كلها مزيج من وعم بتطبقيها بلوحاتك. خلينا نحكي عن هيدي اللوحه كمان ماجده. هيدي اللوحه فيها كثير هدول مثل جذوع الشجر، السيلوات اللي بتنزل هيك كثير اليجنت باللوحه، بتحكي عن لا سيزون غريز، الموسم الرمادي اللي هو بفرجي انه رغم رمادية الموسم ورغم رمادية السقعة اللي بتحسيها أو هالأجواء اللي بتكون عم تحس فيها، هالأجواء الباردة، هالألوان وهالأشخاص أو هالفورم اللي نازلين مثل كأنهم عم بهيك بيحضنوا هالسقعة، بس بيحولوها لحرارة ولألوان دافئة. شو حلو، يعني كأنه الواحد عم بيوثيك بطريقة وقت تمرق بهذا الشعور الرمادي خلينا نسميه، فبتحسي حالك قديش في حدا حواليك بتفسر بأكثر من تفسير. إذا عملنا لها إسقاط على وضعنا بتحسي إذا شخص هو حس حاله وحيد مضايق محبط، هالألوان هي حدا ماسكك، يعني قديش بتروحي بهالأفكار ماجدة. بالأساس ما في، أنا بأمن انه ما في شيء مطلق، ما في شيء بتروحي فيه على الاخر. الفرح اذا بيمرق فيه مسحه حزن، والحزن اذا ما بيمرق فيه لحظات فرحه بتحسي انه كثير داكن. بقى دائما بكل شيء ما في شيء مطلق، دائما في مزيج طبعا. من ما بين هاي وهاي، يعني صح. حتى نكمل بهيدي الحياه اللي فيها مثل ما بيقولوا طلعات ونزلات. انا بدي اشكرك على هاللوحات الرائعه جدا. بدي ارجع قبل ما اختم معك نقول وين المعرض ومستمر لواحد اثار مثل ما قلنا. شكرا لك. المعرض هو بجاليري اكزود يلي كمان اذا بيسمحوا لي بالاكيب سميه الكلوب اللي كله ألوان، اللي فيه حوارات كتير حلوة، واللي دايما هيدا الالتقاء بين الأفكار بين فنانين بهالجاليري إكزود بالأشرفية. ابتدى بالأربعة ب17 شباط، بيستمر لواحد أدار. كيف عم بيكون الحضور من الناس؟ الحمد لله الأصداء كتير حلوة، الحضور كتير حلو من ناحية فنانين، من ناحية ناس بتحب تتفرج على الألوان والأشياء الجديدة والحلوة يلي بحياتنا كتير بحاجة نحن بهيك لنلتقط هاللحظات الحلوة نمرق فيها طبعا. والحمد لله الأصداء كتير منيحة وأنا مبسوطة من أكيد. اللي عملته ونحن مبسوطين كمان كتير، يعني أنا شفت بس بعض من الصور هيدي عم نشوفها عبر الشاشة، بس كيف إذا كانت بوجهك بتمنى تشريفكم إن شاء الله أكيد. هالخواطر الحلوة، هاللوحات الحلوة بألوانها المميزة اللي بتاخدك لعالم آخر، فاليوم قد ايه بتنبسطي وقت تلاقي حدا واقف قدام لوحتك ماجدة ولقط الشيء اللي انت بدك توصليه، بس كمان قد ايه بتنبسطي وقت تلاقي هذا الشخص طلع اشياء كثيره يمكن بلحظه من اللحظات ما انتبهتي لها انت عم ترسمي. للصراحه كثير، يعني هيدي اللحظات اللي كثير حلوه
بتخليني أنا أكون راضية أكثر، بتخليني أكتشف أكثر، وكمان بتكون محفزة لإلي أكثر إنه أعمل بركة التقط فكرة جديدة وأعمل مشروع جديد طبعا ولوحة جديدة ومشهدية جديدة أكيد. ونحن بالانتظار طبعا. ورح أختم معك بأحلى رسالة قلتيها، أنه الواحد بده يضل عنده هيدي لحظة الأمل، إذا في حزن كتير خلينا ندخل الفرح كمان، ما فينا نكون عايشين بس بالحزن، فدايما بدنا ندخل الفرح بحياتنا. والألوان الحلوة اللي شفناها ماجدة، أنا بدي أشكرك فنانة تشكيلية ماجدة شعبان، بدي أتمنى لك التوفيق، وكل المشاهدين يكونوا كتار مستمرين لواحد أثار. شكرا، شكرا لكم لاستقبالكم. أهلا وسهلا فيك معنا مشاهدينا، نحن بريك صغير وراجعين، ما تروحوا لبعيد، خليكم معنا.